قبل ما نحل المسألة ده ايه؟ عايزين نفهم حاجة مهمة جدا. فاكرين أول ما خدنا النسبة كنا بنقول مثلا وزن عمر على وزن أحمد 3/5، 3 على إيه؟ 5. مش كنا بنقدر نكتب النسبة دي بالشكل ده كده؟ وزن عمر يساوي، عايز أقول وزن عمر يساوي، أقول يساوي إيه؟ 3. شوف عمر جاي أهو البص، يبقى ينطق البص الأول، مش أنا قلت وزن عمر الأول؟ يبقى وزن عمر نطقه لإيه؟ أول، وهو كان بص، يبقى هنا ينطق البص الأول، 3/5 من مين؟ من وزن إيه؟ أحمد، من وزن إيه؟ أحمد. طيب لو أنا قلت وزن أحمد، وزن أحمد يساوي، هيساوي إيه بقى؟ من وزن عمر 5/3. وزن أحمد كان في المقام، يبقى أنطق المقام الأول، 5/3 من وزن إيه؟ عمر. هلاحظ هنا بقى أحيانًا ما يجيبلكش النسبة بالشكل ده كده، لو جابلك النسبة بالشكل ده بتعرف إن البسط ياخد البسط، المقام بياخد سهلة خالص، صح؟ أما لو جاب لك النسبة بالشكل ده يبقى وزن عمر هنا واخد كام جزء؟ 3. وزن عمر واخد كام جزء؟ 3. 3 أجزاء. وزن أحمد واخد كام؟ 5. يبقى لاحظ حاجة، اللي جاي الأول واخد مين؟ البسط محمد هشام، واللي جاي التاني واخد المقام، بس بشرط التاني ده جاي لازق في الكسر من وراه كده، التاني ده اهو جاي لازق فين؟ في الكسر من وراه كده بالشكل ده كده، عشان هيجي لي شكل تاني مختلف دلوقتي. تاني اللي جاي الاول واخد مين؟ البسط اللي هو لوحده في طرف اهو، مش احنا واخدين قبل كده يساوي لها طرفين؟ طرف يمينها وطرف شمال، الطرف اللي لوحده ده ياخد مين؟ البسط. طيب 3 أخماس مش مع وزن احمد في طرف؟ يبقى اللي جاي معاه في الطرف ياخد مين؟ المقام. يبقى اللي جاي الاول ياخد البسط، واللي جاي التاني ولازم في الكسر من وراه ياخد ايه؟ المقام. طب لو جاي وقال لي اكمل سين تساوي 4/ص، فان سين الى ص يساوي 4/ص. شو مين اللي جاي الاول؟ سين. تاخد مين؟ البسط 4، يبقى حط تحتها 4. الصاد جاي لازق في الكسر من وراها ايه تاني؟ تاخد مين؟ صاد. المقام 7، طلع تاني 4 لايه؟ 7. طب لو قال لي صاد الى سين؟ 7/7. صاد واخده كام؟ 7. في خطا بيحصل، يقوم عاملها 4 الى 7 برضه. لا، انا اشوف صاد واخده كام صاد؟ 7. جايه لازقه في الكسر، وهي اللي جايه التانيه ايه؟ تاخد مين؟ 7. تاخد مين؟ 7. 7. والايه والسين تاخد كام؟ 4. طب لو جات لي كده يا استاذ، ص 3/4 س، ص بتساوي 3/4 س، فان س الى ص عمار تمام اهو، اللي جاي الاول مين هنا؟ ياخد مين؟ البص 3 اهو، يبقى ص اللي هو ده 3 احط تحتها ايه؟ 3 يعني ص هنا، واللي جاي الثاني بقى ياخد مين؟ المقام اهو، يبقى طلعت 4 لايه؟ 3. طيب احيانا ده يقوم ملخبط لي شويه، يقوم قايل لي ايه؟ 5/ الص تساوي س، فإن السين إلى ص. علي 9/5، يعني السين خدت كام؟ واحد يقول لي السين مش اللي جاي الأول بياخد البص، مين هنا اللي جاي الأول؟ بس الصد واحدة؟ لا،
الواحدة في طرف؟ لا. احنا قلنا دايما اللي جاي الاول يبقى بالشكل ده كده. س تساوي كده. خمس اجزاء حصان. جاي الاول لوحده في طرف كده. هي دي جايه الواحدة في طرف؟ لا. يبقى ما ينفعش تاخد الباسط. وهلاحظ حاجة، مش هي اللي جاية ورا الكسر على طول؟ اه. مش احنا قلنا اللي جاي ورا الكسر هو اللي بياخد المقام؟ اه. يبقى دي اصلها مش كده. دي اصلها ايه؟ اصلها ان انت تقول ايه؟ سين يساوي ها خمس اجزاء ص. يبقى عشان ما نتلخبطش نقوم راجعينها لايه؟ لاصلها. وساعتها بقى الاولان ياخد البسط والتاني ياخد المقام. يبقى لما تجي لك معكوسه كده تعدلها الاول وتقوم قايل بقى الاول اللي هو جاي لوحده اهو ياخد الايه؟ البسط. والتاني اللي لازق في الكسر من وراه ياخد الايه؟ المقام. فهمنا الحته دي؟ يبقى الاول ياخد الايه؟ البسط. بس الاول دايما جاي لوحده في طرف اهو. خلاص؟ والتاني اللازق في الكسر من وراه ياخد ايه؟ المقام. جات لي معكوسه كده اعدلها. وصلت؟ يبقى س الى 9 بقى، س الى ص هتبقى كام؟ ها؟ خمسة. اه س هيعدلها ايه بقى؟ س الاولاني ياخد البسط والتاني ياخد الايه؟ المقام. يبقى س تاخد الخمسة والص تاخد الايه؟ 9. طب لو قال لي س على ص؟ لو قال لي س على ص؟ ولاح النور؟ اه هي س هتاخد خمسة على ص تاخد كام؟ 9. يبقى س على ص تساوي 5 على ايه؟ 9. وس الى ص تاخد 5 الى ايه؟ ما هي الى زي ايه؟ على. مفهومه الحته دي؟ اه. تمام، اتفضلي والله حلو. تعالى بقى نشوف المساله دي. طبعا في ناس حلتها كويس وفي ناس ما اتحركتش فيها. وفي ناس وقفت عند حته معينه دي. تعالى نشوف كده المساله. بيقول اذا كان عدد الطلاب في احدى المدارس 560 طالبا. ده جاب لي عدد اهو 560 طالبا. دي قيمه ولا اجزاء؟ قيمه، كميه يعني. معايا؟ عدد اهو 560 ايه طالب. طب 560 طالب بتوع ايه؟ عدد الطلاب في احدى المدارس. يعني عدد الطلاب في احدى المدارس كلها كام؟ 560. يعني عدد البنين ولا عدد البنات؟ عدد المدرسه كلها. الطلاب بتوع المدرسة ايه؟ بلد. يعني بنين وايه؟ وبنات. بنين وايه؟ وبنات. يبقى عندي عدد البنين والبنات 560 ايه طالب. قال لي بقى وعدد البنات يساوي ايه؟ 3 ارباع عدد الاولاد. دي العلاقة دي اللي هطلع منها الايه؟ يبقى دي علاقة نسبة ولا مش علاقة نسبة؟ ايه مصدر الكسرة. يبقى انا دي هروح اطلع منها علاقه الايه؟ النسبه. واحنا اتفقنا اول ما بتجيني نسبه اقوم واقف عندها زياد وراح ايه؟ اكتب. طب انا هكتب النسبه دي ازاي؟ نقرا تاني. عدد البنات يساوي 3 ارباع ها عدد الاولاد. مين اللي جاي الاول هنا؟ عدد البنات. يبقى اكتبوا الاول عدد البنات الى اللي جاي الثاني مين؟ عدد الأولاد إلى تحت إلى كم إلى كام؟ اللي جاي الأول بياخد البسط واللي جاي الثاني بياخد المقام. اللي جاي الأول بياخد البسط واللي جاي الثاني بياخد المقام. اللي جاي الأول بياخد البسط واللي جاي الثاني بياخد المقام. عدد البنات جاي الأول ياخد الإيه؟ البسط 3. يبقى أحط تحت البنات كام؟ خلي بالنا من دي كويس. واللي جاي التاني الاولاد كام؟ أربعة. أربعة. إلى بقى تحت؟ إلى. أدور على القيمة اللي هو أعطاني. كام القيمة؟ 560 طالب. بتوع البنات ولا الأولاد؟ البنات. بتاعت المدرسة كلها، يعني بتاع مجموع الأولاد والإيه؟ والبنات. لا. يعني أحطهم تحت البنات؟ لا. أحطهم تحت الأولاد؟ لا. أمال أحطهم تحت إيه؟ لا. المجموع بقى، يبقى هم مش بتوع البنات ولا بتوع الاولاد. امال بتوع مين؟ المجموع. مجموعهم الاثنين. يبقى لازم نعمل ايه؟ حد جديد بقى الى المجموع.
يبقى القيمه طالما ما تخصش واحد فيهم هنا اعمل لها حد جديد. كما تخص المجموع يبقى اعمل الى الايه؟ المجموع. الى تحت واكتب 560 طالب هنا؟ لا دي ايه؟ اجزاء. يبقى لازم هنا يبقى مجموع الايه؟ اجزاء. مجموع ليه ما طرحتش ليه؟ عشان ده مجموع بجمع. معايا؟ يبقى اجزاء المجموع لازم ايه؟ اجمع الاجزاء. يبقى الاجزاء اللي هتخص المجموع لازم تيجي عن طريق جمع الايه؟ الاجزاء. معايا؟ طب نجمع الاجزاء بقى 3 زائد 4 7 الى تحت. انتم اللي اعطاني بقى 560 طالب تحت البنات ولا الاولاد ولا المجموع؟ المجموع. يبقى 560 طالبا. بعد كده اعمل ايه بقى؟ عايز مين؟ اوجد عدد كل من الاولاد، ما اعرفش الاولاد احط تحتها سي، والبنات ما اعرفهاش احط تحتها صاد. واحد ممكن يبدل يحط هنا سين وهنا ايه؟ صاد. كده صح وكده ايه؟ صح. بعد كده اجيب ايه يا عمار؟ اتفضل يا علي. على طول بقى. انا عشان احسنت يا علي، انا عشان اجيب عدد البنات وعدد الاولاد، عدد البنات ده متقسم لكام جزء؟ ثلاثة. يبقى عدد البنات هو قيمة ثلاث ايه؟ أجزاء. عدد الأولاد قيمة الأربع أجزاء. طب أنا عشان أجيب قيمة الثلاث أجزاء وقيمة الأربع أجزاء لازم أكون عارف إيه؟ قيمة الجزء الأربع. عشان كده بعد الرصة اللي أنا برصها دي على طول أقوم جايب قيمة الجزء الأربع. وأنا مغمض كده قيمة الجزء الأربع. أجيبها إزاي يا علي؟ ايوه يبقى قيمه الجزء الواحد اهو وايه القيمه اللي عندي ايه؟ واقوم قاسمها على مين؟ على اجزاء ايه بتاعتي. يبقى القيمه عندي 560 واقسمها على عدد الاجزاء بتاعتها ايه؟ 7 تديني كام؟ 80. 80 ايه بقى؟ نفس الوحده اللي عندي ايه طالبا. بعد ما جبت قيمه الجزء الواحد اروح اجيب بقى اللي انا عايزه. اللي انا عايزه هنا ايه؟ صاد. صاد ما اجيب قوسين ده تخص مين؟ عدد البنات بيساوي حنورة عدد البنات انا اخد ال 80 واضربها في الاربعة. تمام اخد ال 80 اللي هي قيمة الايه؟ الجزء اهي صاد بتاع عدد البنات يعني بتاع ثلاث اجزاء اقوم جايب بتاع جزء 80 وضربه في ايه؟ في اجزاء مين؟ البنات كام؟ أجزاء البنات إيه؟ أربعة. شوف أربعة إيه؟ صح؟ تحت مين هي؟ يبقى أنا هنا ما ينفعش يا درويش أبص إيه؟ على العدد وخلاص وما أعرفش هو تحت مين. أنا عيني جت على أربعة وانضربت في أربعة وخلاص. عيني جت على ثلاثة وانضربت في ثلاثة. عيني جت على سبعة وانضربت في سبعة. أنا رايح أجيب مين؟ يبقى انا عشان اجيب عدد البنات واخد قيمه الجزء واضربها في اجزاء البنات. فين البنات؟ اهي اجزاء اللي تحتها كام؟ ثلاثة. تديني 200 وايه؟ واربعين ايه؟ بنتا او طالب. بنتا او ايه؟ او طالب. بعد ما جبت الصاد اللي هي تخص عدد البنات اروح اجيب من ده؟ سي. بين قوسين مين؟ عدد الاولاد. تحت عدد الاولاد او تحت عدد الاولاد فلازم اشوفها الاول هي تحت مين عشان اعرف هي تخص مين. بيساوي محمد الحداد اقوم جايب على طول عدد الاولاد يبقى لازم اجيب قيمه الجزء ان عندي ايه؟ اهي مش هقوم واخد 240 لا قيمه الجزء ادور عليها ايه؟ كام؟ 80 اقوم واخدها وعامل فيها ايه؟ ضارب في عدد الاجزاء. اجزاء مين؟ الاولاد. اللي انا بجيبه ده هو عدد الايه؟ اولاد. عدد الاولاد اجزاء كام؟ اربعه. بيساوي كام؟ 320. ايه 320 ايه؟ طالب اول. طالب اول. الواجب سن 15 صفحه 41.
ياسين 15 صفحة 41 وسين 30 صفحة 43 وسين 30 صفحة 43 سين 30 دي عايزة الطالب اللي بيفهم بس. عايزة ايه؟ الطالب اللي بيفهم، اللي هيشغل دماغه، اللي هيشغل ايه؟ دماغ. هو ده اللي هيحلها. عشان كده هعطيهالك تفكر فيها في الواجب ونشوف بقى مين اللي ايه؟ قدر يشغل دماغه كويس. أما المسألة التانية مسألة عادية خالص زي اللي احنا ايه خدناها. ما فيهاش أي مشكلة. سين 4 سين 4 صفحة 39